بطل إفريقيا فريق شبيبة الصورة استضاف الباحث عن مغادرة المراكز الأخيرة دفاع تجننت. الدفاع دخل اللقاء منقوصا من عدد من ركائزه، والأسباب تنوعت بين العقوبة والإصابات. رتم المقابلة لم ترقى بدايته لما كان منتظرا. زملاء يحيى شريف فرضوا واقعهم منذ البداية من خلال حسن انتشارهم وضغطهم على زملاء عايب الذين لم يقلقوا تماما الحارس عبد الرؤوف نطاش. بينما أفلح مصالة وبوشيبا في قطع كل كرات الضيوف وحالا دون وصولها إلى عقار، هذا الأخير الذي وقع في المحظور عند الدقيقة 37. اللقطة لم تصور لأن ما حدث كان بعيدا عن مكاني الكرة، ليترك زملائه يكملون ما تبقى من أطوار اللقاء بعشرة لاعبين. نسبة الاستحواذ كانت كبيرة جدا للمحليين الذين حاولوا استثمار الزيادة العددية ولكن دون فاعلية، وهو ما أوصل الشوط الأول إلى نهايته بدون أهداف. المرحلة الثانية تواصل فيها النسق. المحليون ضغطوا والضيوف لعبوا كتلة واحدة في الدفاع وبحثوا عن الإبقاء على عذرية شباكهم، فأجهضوا توغلات زيري حمار وحامية وتسديدات بيكاكشي. كريم زاوي أقحم المهاجمين توماس وليموانغو ثم بكبوكا لفرض الكثافة الهجومية، وهي التغييرة التي كان لها التأثير في نتيجة اللقاء لاحقا. والسبق كان لأوليموانغو الذي وصلته هذه التوزيعة المليمترية من زيري حمار ليفتتح عداد الأهداف عند الدقيقة 82. هدف أنعش اللقاء وأضفى حماسا زائدا في المدرجات، وأخرج الضيوف نسبيا من منطقتهم، وهو ما خلق مساحة إضافية من أمام حامية وزملائه. يحيى الشريف الذي بدا غير محظوظ في التهديف لكنه عرف كيف يقلق دفاع الدفاع. وبينما كانت المقابلة تتجه إلى نهايتها، حامية يفعل شبيه ما فعله زيري حمار لتجد الكرة هذه المرة بكبوكا في القائم الثاني الذي عرف كيف يضاعف النتيجة ويوقع أول أهدافه مع الشبيبة، لينتهي اللقاء بثنائية نظيفة كانت منطقية وفق مجريات اللعب في صالح نسور الجنوب. هدفاً